بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. ثم أما بعد، وآيد لحية لحدا سورة النمل قيب تندم بس ورد وحي إلهي وكهد سبحانه وتعالى إله خالقه حق أولي هي يتلمان تأولي هي يدد سيدة وضفرين دد سيدة وضفرين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. علمك حيش دير وحم قنية وحم وغضاء لبدا بيس كسي لو أكسوية وإلهي علمك إلهي مبارك تبارك وتعالى علمك عدة وصهي سيئو أيوم بانا وحكيها لكريسة وحادة بالرب كسي أن بقى هذه هالكي آيات كي أي نغسي سعونا يعني هالكا تفاصيل شي لهاي وكبي حين يددك أن دين تي إيمان كتونا لهين يسي لهاي وقهر يمادين يسي داو إسبدل لذو دا يسو كعان تاوهاي بل تاهرك كالايبو لهاي لو إدارك علمهم علمي قوضو لما يسترمي في الآخرة آخر علم قادوا لما يسترمي بل هم يقوا في شك منها شك بقى آخرك قاسوا جايهين بل هم يقوا قالوا منها آخر حق يدعمون ويكين دلائين. وقال الذين كفروا كوي قالوا بوحي لاذين أئذا كنا ترابا ما مركا نعيد نقلنا وآباؤنا يا آبياشي أئنا لمخرجون وميانا لصوصاريا. لقد وعدنا هذا أرنت وانا لا يبوه أما وابنا لقوا عبسي قليي نحن وآباؤنا أنك إيا أبياشا من قبل إمك كار إن هذا كان موها نن أرنتاس إلا أساطير الأولين وأمضيه خرافات كودي. قل واحد إلى نبي محمد سيروا في الأرض فلولك مرة هذا فانظروا إيجا كيف كان عاقبة المجرمين تنبيلياش عربتو دي سيدين قطر. ولا تحزن عليهم هأمر غان هتيكو بينيين ولا تكن في طيق عرير نهجل مما يمكرون من مكرهم شرقول كود عيكو قصمين أنا وحبط دي قدي عرير يقلين اسكرنا صو آيات روح آيات المانت اسبدل كا إمن دون آخرة قفك بني آدم كاي
maanta dareen buu leeyahay, maalintaana dareen. Aragtidiisa iyo xaqaaiqa hor iman doonaa maalinta way ka duwan yihiin maanta. Dad aakhiro looga warramayo diiday, oo soo noolayn looga warramayo diiday, oo janno iyo naar diiday ayaa maalinta intii loo sheegayba indhaha saaraya, intii loo sheegayba indhaha saaraya. Maalinkaa war la'aani ma jirto. Qofkii Ilaahay waxyigiisa dhagaysan waayey maalintaasu dhab wuxuu arkaya. إلهي وحوله فبصرك اليوم حديد ما أنت أرقاق أوفيقيا أرقاق أدب أوفيقيا مركا هالكن هدين أي سند ترين وإذا أدين يقينكم أقبنا وكشك سنة هاي وحنا لو شيغيو ما أنت أرنت ويكدوت وكا إلهي بالي دارك علمهم في الآخرة الدارك بأي أخرية ينقراض سيو بديهين فعلكم مركا تفاعل ويه تدارك بها تدارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم في الآخرة علم قوة يوبوح سمي يوغان شيه حقائق يوغاده آخرة ويبوح سنت علم الدبا بي ياشين ووحي أي ديدي ترين بي قرتين أي أركين آخرة تكامل علمهم في الآخرة علم بدن أي معرفة بدن بي مال انتهايا وح بدن أي ديدنا أي بأركين مركا تأدي الدال كذا لسكويد قامي أول نطق المرء محرك بالايلة في علم التصريف شيء أوجه الرأي حرف أوجه الرأي قف كوه الله يو وارو حركة يسيء مدغم كي مدغم فيه جنا مدغم كأيا سكون سلم كحرف كوه الرأي مركو سكون سلم هاد همزة الوسط بعلى ساقاتي وينا ساكتي من إدارك قرآن كسيدا نبوي هاي لكن أصل لما اللغة مركا لا يجنا عاسو كراي نقطة أدرك ابن كثير عشرة دقائق كم إذا أخريان بل أدرك علمهم في الآخرة وأسكو معناهم علم جود حقيقة دي وجاري شن ذي بأركن نار تي بأركن صنارة انت بأركن ميسان كي بأركن إلهي بأي إيه سهر تاجن عمل كودي وأو مغضي حقائق يورن مارن تاو أركن بل هم في شك منها بل هم منها عمون وهلكم ويكشك سين آخر وأنا كين دلعي وامانت يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الدنيا ذا ويا قانا بيقول هاي الرجال ذا علمي قال الدنيا ذا ظاهر كيس. يوم وقال كيس إلى هاي وقال لكن بعضك علمي قال الدنيا ذا سرت كل قاسن يا سرت مرش تاساك قرصون آخرنا وكين دلعي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا ما أنت نوع من يعني من كوارق بدنا أو مقل بدنا ما أنتم بيسند تريني لجلائهين لكن ما أنت حمق الصورة كأوعي ما أنت حقائق كل كائد لا ما وقت جاي من يس الدنيا دي الله حسوسته إيمانك يدب الله حسوسته إلهي ويدستان إن دب الله عليا تحسنا ما شرته marka sida ay aakhira uga yin dhalayeen ba ilahay u fasiro bal waxa ka soo yeereen dadkii ilahay u abuuray ee u arsaaqay ee adduunyada khaliif uga dhigay ee wariidinka wakiilay idin igaga ahaa si wanaagsan u hoggaamiyay bal waxa ka soo yeereen wa qala alladheena kafaru aida kunna wa turaban wa abauna aina la bukhraju wa tid gal wuxuu ri gal ilahay ba gal ku sifay marka qofku hadii uu de gaalnimo cadaysto يا كافر بالورنيه إلهي بانا وقول يا رقول يا أيها الكافرون قالوا يبالي بريهان تنبه مركيه قالوا دو حوغستين مسلم كبوكاستين إلا العسكو شده عرشوك لدي كل كي بلات وحي وحي فرهم هاي وديبا محكم إذا قالوا نحن نقول هنا قالوا حتى تدا هذا وامي دب كلا صع وعنصرية وامي تدنما مسلمة مركا أنا قلنا يا مسلم لو يدين كورن ما ينو يدين كنا يا قالوا هنا نقول هنا خطبها يان لا غورنين لعنه الله على الكافرين او قال كاي نغا داي هبل كي قال كا هورنين جون فلان هبل مغيسو نو ييردايا قال كا دايو واي مركا كوي غالدا هاب لهي وحي يلاهدين اف حمد قال با كو ايدي شعه يحش الله انت حرب انا هيون بورنيا تنا و خدونو كسيدينيا وحي يلاهدان انغا يا باياشو كلا دانو ديماني يا نا سو ساراي دي وخا خير لا ما جرو tan wana lagu cabsii anaga ya abayaashayabo wa saatirul awwalin khuraafaatki umadi hore quraankii saasay ku sheegeen kalaamki rasuulka saasay ku sheegeen balanqaadki ilaahay saasay ku sheegeen
إلهينا السنة دي سو برايا بل دروس كقاطة تدكي إذن كهور رييو وما ذي هي إذن كهور ريي حكاي مرأي أو أوغا حقود تغي أبها حقود تغي وما ذي هور الرات كودي ما شيء دقنان شرين ولابد من عبرة من سنن الأمم الماضية مركا إلهي وحل السير وفي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين نولك أول مرمرة مجرم ولبا إلهي درس بوردغي ودادو كدوي وهلاغي رات كودي واسي موغدا دي مجرمين هدا نقطتين عجبتا سو كلا ليني نبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا سيقول حكو الدلالي يدد كان إنو دين لأن تكن نبات قليو وحكو الدلالي إنو آخرة حسوسية وحكو الدلالي إنو أصحي قاتان آخرة إلا أصحي ذو قيمة بدن واتا آخرة لو قادن أيو تزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون صحي ذا لو قادن أي آخرة وصحي ذو قيمة بدن كان نبي قاد بو الدلالي شري هبين يمالينا كمال سيحان شرين حمان تود tolnimada dhabta ana isaga hayo tolnimo ma haynin iyagu ya tolnimo waxa u hayay nabiga doonayeen in naarka nabad galiyo quraysh bujiriftir ugu yaare oo reer abdi muṭalib oo reer abdi manaf oo reer bani hashim oo inantisi oo eedadi markaas waxa uu leeyahay la ughni ankum min allah shay'an salu min mali ma shit war ilaahay tuu idin qabsada akhira waxba idin ka tarimaaye war imika adun waxan la weydiisto war ilaahay naartiis iska badbaadiyo marka nabigu sida ay dhab uga ahay dadka wala dadaalay inuu naar ka badbaadiyo ilaahay halkan ku muujinaya wala tahzan alayhim wala takun fi dhayqin mimma yamkurun hada waxa ay tilmaamaysa haka murugoni beenintay ku beeniyeen ciriiri badanaha dareemay shirqoolkay kaala hor yimaadeen marka adu wadiifadaadu sida ugu quruxda badan u gudo ciriiriga badan aad beeninta ay ku beeniyan ka xuntay adiga warwarsanta iyo shirqoolkooda faraha badan waxba ka walaacin adigu amaanadaadii gudato ilaahay kuuma qabsanayo adigu ilaahay baa ku bar taagan oo waxba kuma yeeli karaan way yaquluna qaladu waxay leeyin mataa hada wacdu in kuntum saadiqiin oo ballanta aakhira waa goorma hadaan run sheegaysaan maxamed iyo cid la socoto qul waxa tiraa casaa waxa laga yaabaa an yakuuna inuu noqdo radifa lakum mid idiinba soo dhowba bacdu alladii tastacjiluun waxaanaad dadajisanaysaan inuu sooba dhow yahay qaarkii wa ina rabbaka laduu fadlin cala annaas ilaahaagu dheeraad buu u leeyahay dadka walaakina akharahum intooda badan laa yashkuruuna ilaahay kuma mahadnaqayaan wa ina rabbaka ilaahaagu yaclamu waxa ogaanayaa لا يعلم وحوغانا يا ما تكن صدورهم لا بهد وحي قرنيا وما يعلنون يا وحي موجسنيا وما من غائبة شيكم مقاني متشرو في السماء والأرض للك وح يا السمد وح كل برساني متشرو إلا في كتاب مبين قرى العد كتاب واضحة أو أحبكوا قرسوما يبو إلهي وكترة سبحانه وتعالى ولو أفهم مدين ولو آخر ديت كيون أرنتنا آخر وحسالا ما arkaanta iimaanka wax kale ilaahay uguma darin qofka indheer garadka ah uma rumayn kara ka indhow garadka ah ama aqligiisa wax ku foorarana garadka gaaban ma garan karo waa sifada ay muuminiintu leeyihin alladiina yu'minuuna bilghayb ghaybkii aakhira rumeeyaan muuminiintu marka aakhira saas daraaddeed baa qur-aanku aad iyo aad ugu soo celceliya aakhira waa meel ka duwan halkan aakhira waa meel lagama maarmaana aakhira waa meel aan laga soo noqonayn aakhira qofku sidoo ahaada unbuu ahaanaya cajaa'ibta leedahay halkan kaga duwan tahay waxaan intanoo aayada iyo intanoo magacee faraha badan loo bixiyay qur-aanka intii sii badnayd baa aakhira un ka warramayso dee aakhira waa halkee halkani dee waa qolkii transitka walaa qaar baa qalad ka fahmay oo u fahmay meeshii la farfariisanaye lagu waarayay inay tahay waa qolkii transitka ee safarka aad ku sugaysay goortaad ka duulayso meeshii aad ku sugaysay saacado kooban weeye halkani kow badan cimrigiisa inta uu jiro hadal un baa ka soo hara hadal hayn laga sheekeeyo qofka laakiin aakhiro ama naar buu galayaa ama janno qofka weligeedna meel uu dhaafay lama sheegin miyaa maqashay aakhira aakhiratul aakhira miyaa maqashay aakhira aakhiradeeda ma leh aakhira aakhira kale sii leedahay ma jirto loo sii dhaafayaa iyadun baa la tegaya ilaahayna wuxuu ka joojinayaa malagiyo dhimashadii midina naartaas u calfanaya uu ka dhex batorinayaa kolba dhan u boodaya
gidaar ka madax loola dhacay midna jannadaas buu ku raaxaysanaya marka meeshu waa meel istaahisha inaanay qalbigaaga ka bixin qalbigaaga inaanay ka bixin qofka qalbigiisa ay ku jirtaa un baana iimaan dhaba leh runtii ilaahay baa wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir qur-aanku aad buu ugu celceliya inkartayna haysataana waxa weeyaan xusuusta aakhira dadka ku yarba xusuusta aakhiro ayaa ku yar 24 saacadood bal dadka saaxiibada kaa agdhow iyo cidda howlgasha ciddaa wada howlgashaan iyo cidda aa saaxiibtiin iyo ciddaa isku mafrishtiin iyo ciddaa waxooda maamulaysaan bal haddee eg inta aakhira laga sheekeeyo aakhira intee laga sheekeeya intee arrimaha dunyadu baa laga hadlaa waar xisbigeenni siduu ku soo baxaya aar kaambeynkii doorashada inaga warrama aar qabiiladii maxay xaq u lahayd aar busniskii iyo tijaaradii ka warrama waa maalmahan inta suuqa la dee intaasaa ayay ku soo aruuraysa ka u badani waa ka cilmi ka warrama iyo siduu markaa cilmigii u yaalan lahaa iyo siduu shahaadad u qaadan lahaa arrimaha marka arrinkii aakhirana dee waa kii dhabta ahaa laakiin salafuna saalix salafkeenni wanaagsanaa dhaqankooda wuxuu ahaa xiisad bay qaadan jireen 24 saacadood kuwooda madaxweyneyaasha kuwooda wasiirada ah kuwooda culimada ah kuwooda tujaarta ah xiisad bay lahaayeen ama waqti waqtiyada ka mid a habeenkii iyo maalin saacad ay yidhaahdaan tacaalow natadaakaru laakhira war bal isu keenkeen aynu aakhiro xusuusanay dhaqankaa waxaa caan ku ahaa cumar ibnu khataab cumar ibnu cabdilcasiis oo odhan jiray war bal fuqahadii iyo culimadii iyo dadkii wucaadda ahaa ee qiiro gelin jiray dadka ee qalbiga dhaqaajin jiray bal hadda hala ii doono markaasaa qaarkood ay diidayaan oraya mee xukaamta u tegi maayo waa laygu agarkaya aar mee soo maslax waxba siin maayo waan halkaasaan reliif ka daeeya iyo nafise bal ha qalbigayga inuun hayar dhaqaajiyeene shaqadii maamulku ku yara tawafaye bal iigu yeedha markaasaa dabeedna sidaasay culimada yabkuuna macah ay la ooyi jireen halka dee laga yaabo mid iminka marka mafrush la yimaado ama shir la yimaado haddii arrin diineed laga hadla ama wacdiba lasoo qaado in la yidhaahdo sheekh inaga soo gaabi barnaamijkaynu gelaynaaye iska soo gaabi ama sheekh qur-aankuna akhri qur-aanka iska soo gaabi taa iminka wacdigu masaajidku leeyahay marka faariq weyn baa u dhexeeya dee dadkaasina waa waxay ammaanta ku heleen ilaahay agtiisa iyo rasuulka agtiisaba calayhi salaatu wasalaam marka qofkii muslimihi dadkiisa wanaagsana muslimiinta dhaqankoodu leeyahay qofkii faajirihina dee fujaarta dhaqankoodu yaalanaya wa nacuudu billaahi minha marka aakhiro ayaa inoo geysay kelmadda inta qur-aanku uu ku soo celinaya iyo aakhira diidka inkaarta iyo eedaadka uu leeyahay iyo eedaynta ilaahay dusha uga tuuraya aakhira diidka qul casaa an yakuuna radifa lakum bacdu aladii tastacjiluun waxaad ku tiraa waxa dhow waxaa laga yaabaa inuu dhow yahay radifa waa mid qariiba oo soo dhowaaday wax aad dadejisanaysaan qaarkii ila iyagaa yidhi mataa haadal wacdu dhaydka noo sheeg bay dhahan dhaydka aakhira iyo suurta iyo laafuufayo iyo cadaabadan iyo waxaanaad sheegayso wax walba dhayd baa la tilmaama bal noo sheego waxaad tiraa waa maalin heblaa iyo sanad hebel nambara noogu sheeg taariikhdiisa saasay yidhaahdeen nimankaa iyaga bal taariikhda noo sheeg bay yidhaahdeen suurtanaad sheegaysa laafuufaye ilaahay dadkanaad leeda wuu soo saaray bal waqtigu soo saaraya noo sheeg taariikhda marka alladii tastacjiluun aakhiradaad dadajisanaysa waxaaba laga yaabaa in qaarkiya dhowday bacdu alladii tastacjiluun haa waabay soo dhowaanaysaayo waxaa la yidhi macal yowmi alghad maanta maxaa weheliya berri ilaahay qiyaamada ay dadajisanayaan berri buu ku tilmaamay يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلهي كعبصد أوه نف ولبها إيكتو أرورت وحي ودي أرصد أرورت دواتي ما صبت إذا جمعها كحيقا أحد كحيقا ما يا وقيام ذا أرورت إلها وقت البام وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إلها قد يراد بودتك أولي يهي مسكم هدن قيان oo sidaanu dheeraad ugu lahayn kuwa noocan abaabatan cunaya eh oo la caafimaadinaya oo la arsaaqaya oo maamulaya ku tarmaya oo raaxadeedii haysta eh ilaahay miyaanu fadliya dheeraad lahayn haddii aanu fadligiisa uu ka joojinay mabay sii fadhiyaan dee marka ilaahay aflagaada u geystaan buu wadnaha jari lahaa mid walba halkiisa ayuu ku qallajin lahaa fadli ilaahay iyo dulqaad ilaahay bay ku joogaan iyo ilaahay oo taa makhluuqiisa kaga duwan intooda badanima mahadnaqayaan
oo talo ilaahay miyuu moogyahay miyaanu ka warhaynin dadka waxaan sameynaya maya waa ka warhaya wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun laptop waxay qarinaysaa iyo waxay muujisanayaan labadaba uu ogsoon yahay yaa oga cilmiga noocaas cid kale ma heshaa malag ma helo oo shaytaan ma helo oo mid aadamaana iska daa wali aqoonta la ilaa meelo badan bay gaadhay oo waa laga warkeenay miyaa aragteen aqoon sheegaysa insaanka waxa uu ku fikirayo ama maskaxdiisa ku wareegaya cid ka warantay cid ka warantay maya cid odhanaysa hebel waxaas u jeedaa lacag aad u fara badan bay basaasiinta dowladuhu ku bixin lahaayeen hadday helayaan qofka qalbigiisa waxa ku jira ee qur-aanku unuu ogyahay ilaahay uun qur-aanka inoogu sheegay inuu ilaahay un ogyahay kaa haddii cidi ogaan lahayd caalamkan dadka ku nool ninka farsamadaa keena dee lacag buu ka dhargi lahaa dad oo dhanna waa la kala boobi lahaa ma lamasi helin malaa'igta ilaahay baa kari weyday oo shayaatiintaa kari weyday malaguna wuu qori lahaa shaytaankuna wuu fasahaadin lahaa wamaa min gaa'ibatin fi samaa'i wal ardi ilaa fii kitaabin mubiin wamaa min gaa'iba gaa'ibadu waa shay ku maqan samooyinka iyo dhulka wax ku libidhsan oo ku qarsoon ma jiro ilaa hadduu jiro hadda ilaahay wuu qoran yahay ilaahay liiskiisa iyo faylkiisa wax ka baxaya oo kownka ku caalamka ifi aakhira jiraa ma jiro ina hada alqur'aana qur'aankan baa ilaahay uri kitaabkana haysaan yaqusu waa cadaynaya calaa bani israa'iil reer banu israa'iil wuxuu cadaynayaa akthara alladii kii intiisi badnayd hum iyagu fiihi yakhtalifuun ay isku khilaafsanaayeen wa inahu qur'aanku lahudan waa hanuun waraxmatun waa naxariis buu u yeelay lilmu'miniina dadka ilaahay rumeeyay qur'aanka rumaysan ina rabbaka ilaahaagu nebi maxamedow yaqdii baynahum bixukmi dhexdooda xukunkiisu ku kala diri wa huwa alcasiizu alcaliim isaga awood iyo cilmiba leh fatawakkal cala allah fatawakkal cala allah ilaahay tala saaro arrinka u dhiibo oo irka isaga innaka cala alxaqi almubiin waxaad ku sugan tahay xaqii caddaa een shakiga lahayn xaqadun baa ku taagan innaka laa tusmicu almowta kuwa dhintay waxba maqashiin mays walaa tusmicu sum dhagoolayaasha maqashiin maysid adducaa yeedhmada idaa wallow mudbiriin marka ay dhaqaajiyaan iyagoo sii jeedsaday wamaa anta ma tihid adigu bihaadi lcumi indhalaawayaasha ku oo ka hanuuninaya can dalaalatihim baadidooda kama soo qabanaysid in tusmicu maa tusmicu ma maqashiinaysid ilaa man yu'minu biaayaatina cidda aayadaha iyaga rumaysun baad wax maqashiinaysaa fahum muslimuun kuwaasaa ilaahay isu dhiibayo hogaansamaya baa ilaahay subxaanahu ilaahay baa sidaa tilmaamay subxaanahu wa tacaala ummaddani wixii ay u baahnayd ilaahay wuu siiyey maxay u baahnayd waxay u baahnayd sababtii hanuunka inay helaan oo ah waxyiga waxyiga samaawiga diin inay helaan aad bay dadku ugu baahan yihiin mana ka maarmi karaa diintu waa waxay ku hanuunayaan diinta asalkeeduna waa qur-aanka qur-aankanina looguma talagelin qolo gaarahe carabta iyo cajamta kuwii horeya kuwii dambe reer banu israa'iil kuwa kristanka iyo nasaarada qolo walba ilaahay ugu talagalay waa kitaabka xaakimka ah ee gebagabeeyey kutubtii rusushii hore oo dhan iyagoo wuxuu u caddaynayaa in badan ay isku khilaafsan yihin in badan bay isku khilaafsan yihin gaaladu oo haddii ay ula noqon lahaayeen kitaabkan kariimka ah si dhib yar ay u kala bixi lahaayeen waanay si aaminsanayn oo way saloogsan yihin marka reer banu israa'iil baa gudahooda iskhilaafsan oo kristanka iskhilaafsan oo intaanu rasuulku soo bixin sala allahu calayhi wasalam 200 sano meelaha ka hor ayaa ninkii boqorkii qustatiin meeshan la yidhaahda istanbul markaa xaruntiisu ay ahayd romanka ayaa wuxuu yihi wardiintii kristanka faraareheedii baa batae baashii waxay u baahan tahay in la isku qarameeyo oo wax dhexe laga soo saaro oo lagu midaysan yahay ceebteedii baa badatae bal asaaqifada iyo boobabko dhammi ay si wada yimaadaan meel walba waa la ystaga yimi jihooyinka caalamka kumayaal bay noqdeen markaa waxaa la yidhi ha laysla ururiyo aqwaasha waxaa lagu heshiin waayaba ilaaha la caabudayaba ayaa lagu heshiin waaya ilaaha la caabudayaa ma mid buu noqonayaa ma labuu noqonayaa ma saddex buu noqonayaa
قلا قرا او كوبان او كو اوغو يرا او حوارينتي كسي جوغي ايا الهي كليغي شيغي سبحانه وتعالى انت كلا وا لبا الهي نيمد وا صدح و صدح حتاي تاي سيدهباي سي نقنيسا صدح دا مغع لو بخنيا با اسكو خلاف وي سي سودين markii dambe tira kooban oo isagu kala baxay mooyaan intii kala wulaay oo halka wadaad dhakamadow oo kristana ho farabadan ayaa uu ku kharajiyay in yar bu soo reebo asalkoodu yahay inahan imaka magacyadoodu ay sii joogaan ay noqolo hadii waxa soo fararaha ay faraha badan ay waxyigu nula noqon lahayn uu iska soo ururi lahaa warku waxyiga waxa uu la noqday oo wixii ay haysteen quraanka ku qiimeeyay oo quraanku siday oo u sheegay u raacay axmed an-najashi qoladiis suuratul maida ilaahay ka waramay subhanahu wa ta'ala markii jaafar ibn abi talib iyo asxaabti nabiga la socota ay ku dul akhriyeen quraanka kariimka iyo quraanku sida uu u sharxay ciise iyo hooyadii iyo ciise iyo hooyadii inaanay ilaah ahayn adoomo ay yihiin ilaahay uu karaameeyay intay wada ilmeeyeen bay ilaahayntaynu doonayna waa taa tii xaq ahayd waa taa waxa faraha badana kaniisada boobabka ku hayaan waa khayr la'aan waa ku ilmeeyay sidaa ku rumeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka cid kasto arintani ma aha oo kaliya reer banu israa'il inna hadha alqur'aana yaqussu ala bani israa'il akthara alladhi hum fihi yakhtalifun inta isku khilaafsiin kiisa badan isaga ayaa u qadayn lahaa ku kala saari lahaa cid kasto murantana waa nooc hadii asal lagu murmo iyo hadii farac lagu murmo wax kasto oo la isku qabto dadku haday quraanka ula noqdaan way ku kala baxayaan way ku kala baxayaan wax ku adkaanaya ma jiro Cali ibn Abi Abdullah ibn Abbas ilaahay ka raali noqdo markii ay ka goosmeen Cali colki faraha badnaa la socday Cali ibn Abi Talib oo hoggaaminaya asxaabta qayb iyo muslimiinta iyo Muawiya oo qayb hoggaaminaya fitna ka dhaxdhacday way isku dhaceen markii dambe waxa lagu soo afsharay bal aynu xakam dirno oo dad dhaxdhaxaada labada dhinacba ka soo baxa qayb dhowr ee 20,000 oo qof ah oo dadkii Cali la socday ayaa sii goosmay nimankii khawaarijta la baxay waxaan uga soconaa Cabdullaah ibn Abbas ayaa u baxay wiil bal Cali ibn Abi Talib bukuri iyo wakiil inaan u tago waa kuwan ku dhaliilay goosmay inaan bal la soo hadlo soo qanciyo waa u tagay quraanku buu ku qanciyay yaqussu ala bani israa'il akthar alladhi hum fihi yakhtalifu sida ila hawli ahlul kitab ayaa uu kala jaraya quraanku wixii isku khilaafeen nimankii khawaarijta uu la dooday aayadun buu soo qaaday aayadun buu soo qaaday maxaa ka cabanaysaan buu saddex arrimood baa u weyn bayna taa horeysa waxay yiraahdeen de wuxuu leen isku ogeyn inuu ilaahay dadka kala xukumo niman baa meeshii soo baxay la yiri waxbay kala xukumayaan niman dadka faraha badan ay isku jabeen muddada isleynayay dhowr nin unbaa tidhaahdeen ha kala xukumeeno guddi ha noqdeen in ilxukmu ilaa lilaah warsowka ilaahay yidhi xukum ilaahay unbaa iska leh taasu waa qodob qodobka labaad ee ay sheegeen nimankaas waxa uu ahaa waxay yidhaahdeen dee waa la dagaalamado dagaalku muxuu ahaa ma xaq buu ahaa mise baatil hadduu baatil ahaa muxuu noo gelinayay hadduu se xaq ahaa dagaalka Cali iyo Mucaawiya la galay maxaa loo qaniimad looga qabsan waayo qolyahan adoomana lagama qabsan qaniimadna lagama helin war waxaanu naqaanay dagaal qaniimad iyo adooma leh waa maxay kan qaraxaay khawaarijti baa odhanaya falsafadooda bal meeshan intaasaynu dagaalamayno qaniimadna lagama haya meesha sidoo kale lagama haya bay ay adoomo arrimo noocaas oo kale ayay soo taxeen oo ay sheegeen markii dambe dee Cali quraan aayaadkaasun buu soo qaatay suuratul maida waxa ku sugan labada qofku marka uu dilo ugaadha ee muxrim uu yahay ee ugaadhu uu dilo in ugaadha shay la'eg oo xoolaheena inuu gowraco oo fidyo uu ka dhigaa ay waajib ku noqonayso marka quraanku waxa uu leeyahay yaxkumu bihi dhawa cadlin minkum ugaadha iyada shayga u dhigmay xoolaha waxa qiimeynaya laba caadiliina ayaa xukumaya oo bulshadeena islaamka ka mid ah dabada uu soo gaabiyay wuxuu war haddii quraanku sheegay
إن أقعد أعيط بكيل وسقط بكيلها شيء قاعدك ما يا لجوب بدل يا حالها هتو قرآن كبيرة حكم الله بنين دي قدرت كمسلمين تأ فرها بدن ميانو كميسان بدنين أنا استاهلين الله بقى إنك بدن بالله دره إلا بكيل على يدي عد أنا لها هين حكم تأ الله حل صاره ما هو واجر تام تنك لا شيء تانة لهذا تقال كان ملها قنيمة يا أطوم دي هالك أول حكى سوتشي ده حاسكي نبي وعائشة ومعاوية لصعد هي كسوتشي ده ميان قدرنا أطومها إنه قبصناين ميان سائل هاي كشيء إن نبيك أوريه سحاس أك أيهين أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم قرآن كسومو أرنين هو يدا دمر كان نبي قوة مؤمنين تهويين هو يدا ميان أطوم صنع إذن كان الدين ديبه أطوم ميان قن كرتاه مسوي حال الذين هو يما هو قرآن كيدك الجالوبي مسوي هو يلا أطوم صن كراه ما يتحسنا ما شرتبه هذا سؤال وحي قبيان أرن هالكيبوكو أيو كده دفين تومي ضل بقرآن كوسوقة تهر دقي لبعضن كم بعيدوان بانش ديبنا أنا وساعات على قبل عبو وأنو كنا قن أفر كم بامشي كسهر الله الله تعلم مركاو علي بن أبي طالب الله تعلم مركاو حين وقصوا عنا وحافر الرعله هذا كيس قبائل كويسستان الدولة كويسستان كوحو كويسستان الشخصيات كويسستان دي قان كودو ونقول لها دين بينو قودا ولا كلا بحلها waxaan iribu isagu yiriba la inagu yirida siday u socoto inba waalidaasuba iskula wareegayaa ay ka dhaadhacayaan quraanka ba ilaahay u tilmaamay waynahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin wa hanun hanun yaa laga helaa quraanka naxariis yaa laga helaa quraanka labadaba dadku way u baahan yihiin mid waliba u deedee ya toosh bu ku deedee halkana laga helaa ilaahay isaga kala xukumaya oo go'aamin doona tan أوكي حق لنا شيء كي بعض لنا شيء بدول بنا أبال كي سمارين دار إلى هاي سجع عيسي علمي بله وهو العزيز العليم إلى هاي هتاد هاي استطعت كستاخ وخلافته وما بهني وحنكم يا لكرت فتوكل على الحق المبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام والله يا أبي دت كان ديدي إلى هاي بقى وجه وابي dad ka qarna qulubtooda furan oo lamid dhulkan biyaha qabsanaya nabaadka soo saaraya qaybna qulubtooda qalalan oo dhagahooda xiran oo indhahooda xiran oo waxay lamid yihiin dhulka salaxa ah ee biyuhu ay dulmarayaan ay ku degeynin ba ay labadaas ay kala dhageen marka ilaahay wuxuu ku shabahayaa qofkii aan iimaan lahayn ee gaalka ahaa wuxuu ka bixinayaa tusaalayaashan inooga dhigaya wax la arkayo kale wax aynu arkayno la iskuba inkirsanayn muqaalka uu leeyahay ayaa ilaahay uu gaalkii ku shabahay iyo kiyaan iimaanka lahayn wuxuu ku shabahay inuu dhinto mid dhinto wuxuu ku shabahay qof dhagala wuxuu ku shabahay qof in dhala oo aan baday oo jidkiisa ayuu halkaasii marayo la arkayo saddexdaas ku shabahay innaka la tusmi'u al-mauta qof dhinto xama maqashinaysa halkan jinaasad ba halkan taala jinaasada markii uu qofkaasi noolaa sidii aad ula hadlaysa miyaad ula hadlaysa sidii aad wax ula korfaynaysa sidii aad wax u amraysa siya uu kala tala qaadanayseen qofku hadduu jinaasada halkan taala la hadlo tika ag jooga odhanaya hebel ma waxbaa kuu dhiman sidaad doqotay dee u dhintae ma noole haddii la sheegay cumar bin khadaabna waa kii ficlan la yaabay rasuulka sallallahu calayhi wasalam kuwii dhugdhuglayaashii gaalada maalintii uu nebigu gowda ka saaray oo godkii xurfadii beder uu ku ururiyey maydkoodii ayuu isag taaga uu la hadlo wuxuu anaga wixii ilaahay noo ballan qaaday waanu helay haddaanu muslimkiina idinka wixii ilaahay idiin ballan qaaday ma hesheen oo halaaga cumar baa wuxuu yidhi ama waxaad la hadlaysaan naasun qad jayafu dad bakhtiye baad la hadlaysaa maxaa dhacay saad doqoto markaa nebigu wuxuu yidhi kama maqal badnid sidaa aad u maqlaysay inoo maqlaya waanaysa jawaabayn marka qofka dhintay waa maqlayaa qofka hadlaya wuu maqlayaa si xadiidkaas saxiix uu tilmaamay iyo xadiidkii kale xabaasha markuu nebigu dul joogay baa uu ku sheegay marka aayaduna waxay ilaahay ku yidhi qof kuwa dhintay waxba ma maqashiinaysa waa sidee markaa isma diidana ee waxa weeye dadkan ifka ku nool sida ay u maqlaan wax dee kuwa aakhira ma maqlaana waa maqal ka duwan maqalka kan aakhira hadduu ku maqlaya miyuu jawaabaya hadduu ku maqlaya maqalkiisu dee waa maqlaan kan ahayn
مقل آن كان هين مقل آخروي وكم مقلايون لكن كومة جوابي كرو فرين مصادري كرو مصو توسي كرو ومقل آن إنو ترسنين أو قونية كان قال كنا والناس نوع عصا قال دم أدي قلائي ولي جيب التليفون لير حسن ميست من قارة إلى قارة الدوية هالك هو رجسي هالك هو دنبايستي صبحية كابا هينو سؤال اللي فيه دموي ولا تسمع الصم إذا الدعاء ولا تسمع الصم إذا الدعاء يا رمت يقول من مقاشين كرتي إذا ولا مدبرين مركي ولا مركي شيء سدان مدبرين يقول دبدة شيء وقار دقالو دقالو يا لكن كده قاتي الرحنة مركي سرعان هالك أثريا بلينك كده بقى إلي أفك كعنت سارة كده بقى إلي ويريا يقول سوى يقول سي شيء ده بيلها وكل نكام حال أوراني ورها حق يعني حق هرا كمر أتا دوني سينك ومقلا بل بدان تاذا استصبال أوراني بدان تاذا وما أنت بهذه العمي عن ضلالتي العمي وإن دلا وياش تدين دلا وأن بضي يقنا هادق وحوي قعن هادس إن دولا هدا ذوق عن هادس كور سو قيلوا مقل لها قيلوا أي مقل لها قيل ضاس ومقل لها وما تراب لكن كعنتو بعد هذه نيس كعنت أسد هذه نيس تم إن دولا كعنر سيدا عجيب كأبا قرآن كتت كوقن عناية إيه في ذرة وافق سن إيه عقل جبر أروت نيسة إيه أن أبا هنا تفاصيل كلا يوح كلا وح إنه وضع أرك إنه أي إلى هاي إنه وش بها يا وح إنه القرصون إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ديني يا إيمان وح كاد جيسنا يا وعدي يا وانو قف كإيمان كلبة إلى هؤلاء آياتها يقرؤون يا قف من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آياتها يدقوه كبحا آياتها إلى هاي بعدها سارة أو عندها سارة أو نلاش كينا ده دولة ديانة القرآن كينا يا أتي هذا دلالة كعبنا يسوع كفر يا قرآن كا دي دلالة أنا كعبنا يسوع قرآن كفر يا مداركت مدري ما ياش سوق قبنا يا هرونك قلبي جوسك وتبينا يا قرآن كافرة وإذا وقع القول عليهم قولك عذابك مركو كرم وبقيامة بلنقات كل الشيء كلكم ربنا وضع أخرجنا اللهم تدك وحا نصا ساري نابو إلى هيل دابة من الأرض شيء دابة دولك طول سعودان وكصا ساري نابوك تكلمهم دابة سبني آدم كيف إلى هذا سايا خلقي وأشكتين إساء أن الناس ضدك كانوا وحيهم بآياتنا لا يوقنون آياتها يقوان رميسنين بيهاية ويوم نحشر مالك أنصار رندون النبي محمد وحس من كل أمة فوجا أمة والبقال على قصة صارية بما يكذب بآياتنا وكم إذا كوي آياتها يقبيني نيبو لهين فهم يوزعون ولا يسوچو چينيا إلا ولا كحينيا ولا يسوچو چينيا حتى إذا جاءوا مركي أي مادين هلكوا إلى هؤلاء تلقوا خلقه كصور رنيا قال إلى هؤلاء أكذبتم بآيات ما هذا هيجب بينسي ولم تحيطوا بها علما إذن كون علمي لمن كوكوبينه حقائق أي شيء أنا وضع دعيم أما ذا كنتم تعملون محاسق بنيسي وحيفكي كشقينيسي محوها ووقع القول عليهم قول كيبا دشو ذا كصق مي يباهدوا إلى هؤلاء يباهينوا كأركوستوا عذابه بما ظلموا ظلمي جيسميين درادي فهم لا ينطقون ما هالضياء وحي لو باهنا وحقن علها أما نبدقل لكم ما هالضياء سيدا سا إلهي سبحانه وتعالى وحاو هل كان كوحو سيسبدل كالضنبية ويسبدل بالضنبية سبدل كاسي ولا قام عرمان سبدل كاسي عالم كانوا كو إيمانيا إنسان كانوا كو إيمانيا سبدل كإلهي مباكلي كيانا isbeddel ka cidina ikhtiyaar uma laha inay say doonayso doorato way doorashadu waqti bay leedahay macnaha qofku waqtigu ikhtiyaar ka leeyahay waa waqti bay ku xadidantahay waqtiga adduunyada ku xadidantahay kolkay taasi dhamaato arimaha sida uu doonayba ilaahay u wadaya iyaguna musayirin wa ku qasbeenin raacan astaamaha qiyaamaha mid kamidaba halkan ilaahay uu ku sheegay qiyaamuhu marka uu soo dhawaado kaabiga keenay tawbada la xiro على موين إلا هذا حقا يا أي قار كم إذا هل كان آية واي كشكت على ماذا سوى حويا شيء قال إلى هاي وكتل ما ميد دابة الدابة
waa shay xayawaana waa insi laguma sheegin iyo jintoona waa shay xayawaana hadii daabad la yidhi dhulka dulta kubaya daabadaas ama xayawaankaas inta uu leegiyay inay ilaahay ma sheegin xayawaanadan kale ka uu u eg yahayna ma sheegin meesha uu ka soo baxayana aayaddu may tilmaamin laakiin aayaddu wuxuu ay tilmaantay in daabadaas markay soo baxdo ay hadlayso waxa ay ku hadlaysaana waxa weeye halkii ay u dhimatay ama arrinku halka uu ka macyah ama bani aadamka halka ay ku kala baxaan muftaraqu tariiq oo ah diin iyo diin la-aan dadka in badan oo aan diin lahayn oo aayaadkii ilaahay diiday way ashkataynaysaa calaamad ilaahay yaqaano addoommahana la barayo bay u samaynaysaa kuwaas halkaasay ku suntay intii ilaahay rumaysayna way u markhaati kici intii ilaahay diidayna way eedayn astaanna waa loo samayn daabaddu intaasay la socota ashkatadaasay la soo baxday daabaddaas waxay la soo baxday kaasina iimaan buu leeyahay kaasina iimaan ma leh kuwaasi gaalay ahaayeen kuwaasina waa islaam calaamaday doonaysaa ku dhufato daabad inay hadashana oo hadalku aanu ku eegayn keliya bani aadamkana de horaynu usoo marnay oo suuraddan lafteeda ayaynu ku soo marnay quraanjooyin hadlaya iyo mid hudhud la yidhaahdo oo warbixin laga yaabay oo ilaa towxiidku u weyah ka soo daayay taasina mid laysla diidan yahay ma imikaba way hadlayaan xayawaanada imikaba way hadlayaan oo rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam way u imanayeen way la hadlayaan xayawaanada awr baa maalin nebiga arkay awr awrtanaynu rarnoo kale ah ayaa nebigu soo agmaray nebigu cabasho u gudbiyey marka awrkii afkarasho xayawaanada iyo rasuulku ay isku afkaranayeen buu qadimay dadku inuu ololayo ayuunbay u dareemayaan ololku wuu gubtay maaha waa cida geelaa la yidhaahdaa dhalinyaro geelu markuu ciyo ayaa waxaa la yidhaahdaa wuu ololay cida geel waa ololka markaa dadku wuxuuna iska moodayeen inuu ololayo oo dee codkiisii caadiga ahaa uu leeyahay laakiin cabashu rasuulka u gudbiyay calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa yeedhay oo wuxuu yihi warawrkan kumaa leh hebel hebel baa nin baa soo baxo wuxuu anigaa leh arawrka sidaa ka daabuur waad dhibtay oo waad cabdhibtay cabashu soo gudbiye waxaad ku haysa ka daah ee dhibaato ah hadduu beer ku qodayo iyo hadduu rarayaba culayskiisii iyo xamilkiisii wax ka badan buu saaraya almuhim taasi waxaynu imika hadlayna maahe waa mir sugaloo cado laga markhaati furayo daabadaas waxa ay ku hadlaysaa anna annaasa kaanuu biaayaatinaa laa yuuqinuun gaaladii aayadihii ilaahay ma yaqiinina way diideen dadka ay ashkataynaysa waa kuwii aayadaha diiday kuwii kale ee aan diidin ammaanteeday leeyihin axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka aynu eegno waa ku soo aroortay daabadaasi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku leeyahay xadiidkii saxiixu muslim uu warinayay 10 astaamood ayaa la arki doonaa intaan qiyaamadu dhicin ee suurta la afuufin ka hor 10 calaamo waaweyn oo ka mid a waxyaabaha tilmaamay in qiyaamadii soo dhowaatay iminkaba dee calaamooyin badan waa la hayaaye waa kuwa sii tilmaamaya in qiyaamadii ay soo dhowdahay calaamooyinkaa waxaa ka mid a qoraxdu inay ka soo baxdo halkii ay ka dhici jirtay markii hore sirkuleeshonkii ay samaynaysay iyo wareegeedii wuu isbedelayaa hadduu xaggan ahaa xaggan unbuu noqonayaa ilaahay baa wareejinaya subxaanahu watacaala taasi waa mid midda labaad waa qiiq lasoo furi doono qiiq halkuu ilaahay ka soo daynaya badhamadeebuu taabtay muxuu soo afuufay isagay u taallaa meeshanay gaaladu yidhaahdaan xuubkii ku gudbanaa caalamka kore iyo waxbaa dilaacay warshadaha laga naaqusaya waxaan badanay akhriyayaan qiiqiisii buu ilaahay soo afuufaya bal waxay u dhigaanba ya'juuj iyo ma'juuj baa soo baxaya oo iyaguna meelay ku xidhan yihiin iminka aynaan sharxi karayn ciise bnu maryam baa soo baxaya midda jaalcawar la yidhaahdaa soo baxaya saddex khasfi baa dhici doona bari iyo galbeed iyo jasiiradda carabta saddexdaa meelood ayaa dhulka in badanoo dadka lala jari doonaa waxaa soo bixi doona buu leeyahay rasuulku dab baa ka soo baxaya meeshaa cadan la yidhaahda gunteeda oo iminkaba la tilmaamo baddeedaasi inay naar weyn ku dul fadhido baddaas eeryadaa dadka jooga xaggaasun bay u kaxaynaysa kolba halka ay seexdaan bay lasii seexanaysaa way sii wadaysa xadiidkaasi saasuu tilmaamaa wuxuu ku daray calaamooyinka markaa qiyaamadu ay soo dhowaato inay daabadaasi ku jirto xadiidka ayaa xadiid kaleba oo dhowr hiba way xusayaan oo saxiixa
وحنا مركا علامة ونقطي اسبدل كي وينا إلى هاي وكنا يوم بلاب مي وحرينا أن ترين دت كنا فرصة دي كسر دماغي كي وقت مال أنت عايكو قاعدين فرصة دي كسر دماغي فرصة دي توبته أكحرت ده بدا علماء قار كود با مركا أي تفاسير تا شرح بحنا يا isku daya waxyaabo badan inay ka sheegan cagaheedu kuwa geelay weegin kaas qorteed waxa agtay ka tagorayada laabta libaaxay leedahay maxay nagu wata midkay doonaysa yeelate shaqadeedii dawa la sheega waxa ilaahay calaamad ka dhigayna weeye marka tafaasiil badan oo daliil ku soo aroorin waxaynu isugu hawlaaba ma jiraba wa idha waqa'a alqawlu alayhim marka cadaabku ku rumoobo dushooda ama yaboohdi aakhira ay suganto وقع مركا وسقمه عليهم القول عليهم قول كي عذابك اما قول بلنتي لها وقاضي ديدنا قالوا كل اي سغنته اخرجنا لهم دابه من الارض دابه بنروك كسو صار دونا حكمه الله شيغيانا اي تهي تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ددكو اياتها يغ ان ان رميسنين اون يقينين ان سلوغين اي قودين بي قريسه وامر خاتي الهي مرخاتي هذا كميت مشاهدين تونا مرخاتي كواي قلا أو دولكا قلا أو شمبراها قلا أو عمل كصالح حين وصمينا إنه وحى حيوان أنا دسكفلين يا وحى دق حان أنا دسكفلين با وضع مرخاتي نقنية أما بدو ما هذا يكون مرخاتي كعيا أما هذا يكون مرخاتي كعيا مرجع روي قرآن كروات المامية ونكتب ما قدمه وآثاره رات كاجا سال قرية مرك كل والبا وحى ذرك يسا بلو فيرسو هذا صنع نقنية مركات مر والبا قرآن كيبا إلى هاي وصوت المامة وحى وصوت المامة وكلا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا وحى هل كان إلى هاي يقول أن الناس كانوا بآياتنا ممن يكذب بآياتنا بل أفرس آياتها أين هينه إلى هاي يددك يقع كل حية إلى هاي سفي عن بعض راح يريسه طالب كان قنايا استغاد لك كل ميس هل كوناكسنا لغو راحيستو اياد غليس حتى اياده سن قبسوتو كو دغتو حتى خريكاس كو قانا كو دمات marka mar walba quraanku wuxuu nagu xiraya isaga ay nala hadlaya oo isku keen xiraya si aynu ahlul quraan wa ahlul ayatu noqono malin kaba ila hawri aanu sawrurin doono khalqigan nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukathibu biayatina fahum yuz'un qolow walba ku wala soo ururinaya dadko inta gaar loola baxaya waxa way intii aayadaha Ilaahay beeniyi gaar baa loo soo caya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun tambilayashiyow gooni u socma marka fahum yuzacuna wala isu joojinaya waxa ay u kala yaacaya yuzacuna suurada bilowgeeda in hore ku soo aragnay culkii nabi Sulaymaan faraha badnaa in la isu joojinayo marka la kaxeynayo markay soconayaan tan waa saas oo kala waxa ka muuqanaya naxariis darro marka naarta lagu sii wado waa la suusuminaya looma tuurayo wala tuxan tuxinaya malaa'igtu dabada ka yareeya mid dhaca iyo mid kufayo wala dabada laga yareeya markii ay yimaadeen ashkata ku bilaabantay hatta ila jaa'u qala akadhabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman am madha kuntum ta'malun balu fis lafdhul ayat bayna soo noqon qonay al ayat wa qiimayti insaan lagu qiimayni ilaahay wuxuu leeyahay aayadaha igi miya beeniseen idinkoo aan cilmi nimana ku koobin oo u dhaadhicin oo waxay sheegayaan aan ogaaninba idinkoo aan fahminba idinkoo aan garaninba miya beeniseen maxaa hadaba ku bedelateen sameeyneysa ila quraanka waa diideen maxaa ku bedel amaada kuntum ta'malun maxaa qabanaysteen hadda aayadkii diideen maxaa ku bedelateen su'aasha bal kawr su'aasha iyo waaqiceena uu isku tabaq ilaahay wuxuu tilmaamay dadkii in la keeno aayadaha la weydiiyay dadkii in la leeyahay aayadii maxaa ku beeriseen aayadka cilmigoodii ma hesheen aayadka ma dhugateen wixii ay ka warramayeen ma dhadhamiseen su'aalahaasi de jawaabteedii waa laga sugayaa dadka waa laga sugayaa wa waqa'a alqawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiquun qawlki cadaabkuna wuu ku rumoobay sababta lagu cadaabay waa dulmigooda mana hadli karaan ألم يروا بإلهي لميان أركين أنا جعلنا الليل إنا نهبين كي أبورني ليسكنوا فيه سيأي النصطان والنهار مالك نوان أبورني مبصرا إساقا وح أركيا معناها مضيئا افتيميا
إن في ذلك أرنت على آيات على موين باوسوغا لقوم يؤمنون ضد إلهي رومينيا بل هذا كل إلهي آخر كوشي دينيا كل آيات كيسن عالم كوكوتوسيا كل آيات كقرآن كوكوتوسيا أنت قرآن كورا مبوحي أسو على سقل بقاقا لو براروشيو لو توسيو لو قيرك ليو إلهي لو وحرو قرآن كقلوبت الله الله وحلا الله وحكا لا قانون هورمي وح قلوبت الله الله مالي وح قلوبت الله الله سبكيس يدبع سنانتي سواتون نظام كينا ولا صعد قلوبتين الله الله يا وقرآن كو نظام كلو الله وهي يا مجر مركان ساسا إلهي كل بردان وقود لغا يادتك أو براروشيني بل آيات كيسة قرآن كهاتي أكتب هذا هو كون كنا أجا بل هذا وذاها إلى ها أجا بل هذا سدود يكون نعمة يا أجا أرنت عيا لقى هلا نستجع هين هبين كيبا إلى ها وروانا بوري ليسكنوا فيه مال كينا مبصرا مركب مذ ولا با وحكى جوان شيء ككلاو تصنيع كان ككى جوان ككلاو تصنيع جعلنا الليل هبين كيو حنو كدقناي مظلما ويا معنوه مد مدو وحين تصنع يا مظلما مبصرا أين تصنع ليسكنوا فيه يدون حق الدمامة كقوان بين تصنع ساوى النهار مبصرا بانو كارلقني ليطلبوا المعاش سياي معاش كودا أوراديان أو ليبتغوا فضلهم من فضل الله إلى إيرات كيس سياي أوراديان ها هتي وذهبين لقارلق لها الرمال ما يسكون على لين هتي ملمالين لقارلق لها وحق قبل لها حتى نباتك توازنك إله يسكو إلى تركي سيكمت ويوم مال حسن بمحمد وينفخ في الصور صورتي عروقي إلى هذا الله فوفي والله فوفي ينفخ في الصور بقى الله فوفي دونا ففزع وحا أرقق حيما في السماوات ومن في الأرض خلقك كسوغا سموينك يكون لك كسوغا إلا من شاء الله أنتو إلى هذا الله مويان وكل خلق قولا ما يأتوه إلهي بأوي من دولا داخرين يقعد ليسا يقعد كبير بكو ترمبا قرطة وذا اللالادي وترى الجبال اسبد الكوص عنا يا وترى الجبال بوره ما دركيس تحسبها واحد ملاين سابورها جامدة إن قللنت وهي تمر ويسعنيس مر السحاب بسيدة ضروره سعنا يا وكلا يسعنيس صنع الله إلهي فرسمدي سوي الذي أتقن كل شيء إلهي وحول بقلك ورسقون بس إذا نمكن أوقلاي إنه خبير بما تفعلون وحسمين إنسان حق قال بوية من جاء بالحسنة قفك وناق لي ما دف له خير منها وحك وناق سنبو لي كخير بضل وهم كواس من فزع أرققح يومئذ ما لنت آمنون ويكن بطقلين أرققح ما قبع ومن جاء بالسيئة عدة حمالة تمادة فكبت وجوههم في النار وشيقوا ذا النار بالله وطوريا هل تجزون بألا لي لا يدنكم أبالين إلا ما كنتم تعملون عمل كاسمين يسين مويا وحكنا لا يدنكم أبال مرين وعمل كيني ديكاني اسبدل كساس أسي سعودي أدو يدن المال ماي هاي مال مهي ويدا مالين خاصة وعامة قفوا البقيامة دي ستمالين تولي التواوك عايز لكن تعام خايد بهلا وكور رمية صور بو سميس دو أفوفا يو وقت جيدا ملك أفوفا يان لو شيء صور تاسي صدح مرحلات بين مرايسا نفخة الفزع ونفقة الصعق ونفقة الخروج من لغو الصوحة يو يمن لغو لمن يو يمن لغو الصباح يو صدح دا صورات بإلهي بأفوفا يو ملايك تي سود رأيه سبحانه وتعالى marka waxa argagaxay wixii caalamka ku sugnaa ciriyo dhulba intuu ilaahay doono mooyaan intuu ilaahay doono isaga ka soo reebay oo waa intee talab ta isaga yaqaan mar hadaan quraanku caayimin xadiidka rasuulku na caayimin maxaynu ka oran karnaa ila waa qayb maqane ma malaa'ikta arshiga ilaahay sidaba ma malaa'ikta qayb ka mid ah malakul mautku ku jiraaba ma rususha ayaa ku jira inta iyagu argagaxa ka nabad galaya waa in ilaahay uu garanayo subhanahu wa ta'ala waxay ku tusinaysaa in siduu doono wuxuu doono ilaahay inuu sameeyo ciddu doonana ku sameeyo ayuu beenasku u tilmaamaya wakulluna tawhu daakhirin saasayti saakhirin muti'in la yatakhallafu ahadun an amri wax badan baa kibri jiray wax badan baa santaagi jiray ifki arrinka ilaahay baa la diidi jiray maalinta awada hoggaansayn cid ilaahay diidaysa ma jirto subxaana wa ta'ala hadii isbedelkaas insaankii uu ku yimi oo tolomiyuu ka haray kownka kale iyo caalamka
ميو كهرين ما كمو هرين اسبدلك كمو هرين مخلوقاتك كوهدي وقتك بوري هنا اي بوري هي واحد ام ملايني سيني انجيجنت موقالك اي لاد ضرورة وادي اركود ده واحد موديس ده مركة هرين شاي فرقية او لقبان كرية بعد موديس لكن مركة ده يورد وكل ده حمرته وحكالو نقنية شاي قاه هو ده فرقية ده ايو نقنية او حكا صور راعي ابا انو ترين ده marka daruurti waxad buurti waxad moodaysa inay jaamida sideedii hore u fadhido wa haya tamru marra saha laakiin waxa ay u hardafaysaa oo ay u soconaysaa oo ay u dhaqaaqaysaa sida daruurtu ay u dhaqaaqdo kale daruurti oo saab buuran ba socota saaso kale daruurina ilaahi kulki hore ku rakibay qodimada dhulka uga dhiga fujiyay xaqooku wala dhulkiisa nabo doobaya cirkiisu doobaya cidina kuma haysto qaaradana aanu lahayd qarankana aanu ahayn baroor kana laha maalinta ciiso daahireysa maj baroor keenu walaamay iyo xuduudii la isku haystay iyo intii xadkaas aanu lahayn hadaanu dawladaan hadaanu qabiiladaan hadaanu wixii way soo hareen sunna allahi alladhi atqana kulla shay wa jawaabikut alladhi atqana kulla shay ilahi markii hore wax walba sugay cirka sugay dhulka sugay buuraha sugay biyaha sugay ayuu ba maantana farsamada sameeyay ilaha sa farsamada sameeyay markay isbedelkaasina hadda waa dambeeya isbedelkaas ha yimaada laakiin maxaa ka maxsuula dadkii baa la bedelay oo koonkii baa la bedelay talo maxaa ka xaasila waxa ka xaasila inuu ilaahay xisaab soo dhigo xisaabun baa ka dambeynaysa buurahana la xisaabin maayo dhagaxana la xisaabin maayo xayawaankana haddii la xisaabiyo waa janniyo naartoona ma leh laakiin xisaabta waxa ay ku soo ururaysaa intii xilku saaraa intii xilku saaraa man jaa bilxasanati falahu khayrun minha وهو من فزع يومئذ آمنون قفك حسن السماء وحك خير بدن بولا يهي أرجع حانا إلى هاي وكنا بتجلينا آيات سوحي سي أشاكت سي وحي أتل مانت إلا من شاء الله إنتو إلى هاي الدونة أرجع حكنا بتجلى يا وايو ومن جاء بالحسنة تتك وانا جلي ما دي وانا جعانك قا قفك السيئة لي ما دي حمان وتشجي سال الله قطورة يا نارت يضل عنا نيو قل لي هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت وحل إفرين النبي محمد وانيقى أن أعبد رب هذه البلدة نقال هذا المكاء ربي قيدين أن أعبد الله إفرين الذي حرمها إلها سحرم كدقي وحرم ذا سيي مكاء وله كل شيء وحل بيلها إستقالة وأمرت وحل إفرين أن أكون من المسلمين إن المسلمين تكمد نقضه وأن أتلو القرآن قرآن كينا نخريا الله إفرأي فمن اهتدى ضدك كهانونا فإنما يهتدي لنفسي دي نفتي سوى هانونا يا هانون كنفتي سيساق عليه ومن ضل عيدا لنته فقل وحات إلى نبي محمد وفرهين تنيق قرسي وقفك أنبضة إنما أنا من المنذرين أنا وحان كم إذا هاي كود ديغي كود ديغي الرسول شد ديغي ينبا كم إذا وارتا ديو ديغنين تيني دي سوى قرسي إلهي بايس كوها ريس وقل وحات إلى نبي محمد والحمد لله ما هذا إلهي بعلي سيريكم آيات آياتي يسوي لهيد انتو سندونا عندها وحيدين سارة فتعرفونها مركا سيدين قران آيات دا يلها ايد انتو سنة سوا وما ربك إلها قماها نبي محمد بغافل عما تعملون وحسبين إنسان إلهي كما ورلا ووغي فرهما سان نبي الله صوفر عليه الصلاة والسلام ونبي الأمة ومعلم البشر ورسول العالمين فرهما سان إلهي وديبيا فرينينا ونسوا ذا قاسي حلكي سي واقوتي أما ندي واكل عضي لما يكون هذا هو لهاي صح مركة أهو الرأي واحد أشياء كتاب واحد هل كانوا تيمي حلك هذه كسارة ومدنا لقدوني وحوي أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها بلدة وحوي أن ومكا مقال ذا إذا ربك إسكالها كعبة أصدتك ويري ربك أين أعبده ek waxa la tusinaya luqadda wax ku fahmi lahayn macnaa quraayshi waxay dareemaysay beledka makay joogan iyo kacbada in dadku ku sharifayo oo dadka ay wax ku dheer yihiin oo amaanta ay ku heleen hadaba u sheego beledkan ilaahay oo xaramka ka dhiga ee xurmada leh ee dadku idinku ixtiraamayo ee ummadaha ugu mana sheeganaysan hadda beledka ilaahay xaramka ka dhigay ee xurmada siiyay ilaahay weeye kala idin leeyahay caabuda ayada markaa waxay isku macneeyeen macnaa ay ka waramayso suuratu liilaf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حرم كفائدة دي كسب حدا وحوي عبسي يقاش الله بضبينك جنة بتجلين
iyadoo hareerahooda la isku cunayo marka waxa weeye waxa lagu baraarujinayaa asalkeeda qofku hadduu jaanjaamo oo wuxuu u baahan yahay far waaweyn wax loogu qoro si weyn wax loogu sheego ilaahay muncimka ahaa hadday garan waayo nicmada la tusaya qofku markuu yahay qof u fuqiisu sarreeyo iimaankiisu wanaagsan yahay ilaaha muncimka ah ayaa la tusaya haddaanu iimaanba lahayna nicmada la tusaya si nicmadaasi daliil ay ugu noqotay u tusisa ilaaha muncimka ah ilaaha laydin leeyahay caabuda waa ka nicmadan siiyey iyo beytkan xaramka waxaa lala ifaray inaan muslimiinta ka mid noqdo waxaa la ifaray inaan qur-aanka akhriyo ma akhrin keliya maya waa akhrin waa rumayn waa dhadhamin waa ku cibaadaysasho waa ku camalfal waa isku daweyn waa manhajad raacaysa qur-aanka waa natluwa alqur-aan akhrin keliya oo la duduubayo in qur-aanka maaha laakiin waa manhaj nololeed oo ilaahay loogu dhowaanayo ka hanuunaana naftiisu u hanuunay ka halaabana dee u digay innamaa ana min almundiriin ilaahay ugu mahadna alxamdu lilah waquul alxamdu lilah risaaladuu ilaahay ku mahadsan yahay qur-aanku mahad ku leeyahay oo nicmadaasuu mahad ku leeyahay sayuriikum aayaatii fatacrifuunahaa marka aayaduhu way badan yihiin sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq sayuriihim aayaatihi fatacrifuunaha waa aayadaha ka muuqanaya nafteenna iyo caalamkan iyo meel wadoo eegtaba aayad astaan baa ka muuqanaysa ku tusaysa inuu ilaah jiro saani cajiiba oo mudan in la caabudo oo keligiiya oon meesha cidi ku haysan aayadda waxaasoo dhan bay aayad utay hadda ilaahay ma aha wamaa rabbuka biqaafilin camaa tacmaluun eg camalkaa la eegaya qur-aankii la keen manhajkii la keen dadka camalkoodii muxuu noqday hadda ilaahay camalkiina ma mooga axmed ibnu xambal ayaa wuxuu ku celcelin jiray laba beyd oo xigmad xambaarsan oo macnaha aayaddan waafaqsan idaa maa khalawta addahra yowman falaa taqul khalawtu walaakin qul calaya raqiibu walaa taxsab anna allaha yakfulu saacatan walaa ana maa yakfaa calayhi yaqiibu haddaa maalin waqti hadduu ku dhaafaha odhan waan tegay laakiin waxaa tidhaa mid raqiibaa idul taagan oo ishii ilaahay way ahaysa ilaahay hamoodin waqti yar oo kooban inuu qaafilkaa noqonayo ishiisu ku seegayso wax kasta oo libdhaana inay ka qarsoomayaan ha u malayn allahu subxaana wa tacaala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات